البارح اختي جاونا الناس قالك اختكم راها كتغوت في القبر، ومشيت انا نيت سنه القبر كنسمع شي الدرديف. قلنا ودي عيطنا للناس، جات السلطه، جا عيطنا للبوليس، حفروا عليها جبدوها جابوا لهنا. قالك السيده ماتت، قالك ما فيها لا ريحه خانزه لا حتى حاجه، راه الطبيب الدكتور رشيد مشرح بها بان السيده ما فيها لا ريحه لا والو. نقولوا زعما نديروا لها التشريح، شوفوا شنو كاين، واش باقا في الحياه، واش ماتت صافي. حنا ما كرهناش، بغينا على الحقيقه، واش اختي باقا حيه واش ماتت، راه بقى فينا الحال بزاف.